تناول الصحف السعودية لقضية خاشقجي جاء بإلقاء التهم على دول أخرى مثل مثلا قطر بالتورط في عملية الاغتيال، كيف قرأت ذلك الاتهام؟ نعم، هذا هو جزء من التخبط. ففي حين أن البعض يترحم على جمال خاشقجي ويقول أنه والله كان يريد أن يتصالح مع السعودية وكان يريد أن يعود فتم اغتياله من طرف الإخوان المسلمين أو قطر أو تركيا، كان البعض يقول مثل هذا. آخرون كانوا يتشمتون، يعني كانوا يتشمتون بمقتل جمال خاشقجي. أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وأنا قلت هذا كثيرا، وهو شخص لا يستحق أن يذكر، ولكن أنا أقول كمؤشر، يعني أن هذا الشخص هو ابن الأسرة الحاكمة، وضع مقطع تهكمي يتحدث عن أن جمال لاقى تعذيبا وضربا في السفارة أو في القنصلية، وهذا دليل أنهم لديهم تخبط كبير. بعضهم يتبنى العملية، بعضهم يفاخر بها، بعضهم فرح ويشعر بسعادة غامرة أن جمال خاشقجي قتل أو تم الانتقام منه، وآخرون يمارسون شيء مختلف. هذا التخبط دليل أنهم وقعوا في مأزق، وقع ما لم يكن في الحسبان. هم لم يتصوروا أن العملية سوف تكشف، هم لم يتوقعوا أن الإعلام العالمي والسياسة العالمية سوف تغطي بهذا الحجم، وهذا أوقعهم في التخبط كما نرى الآن في وسائل التواصل وفي الإعلام السعودي. طيب، صحيفة المدينة قالت أي إجراء، نقلا عن المسؤولين في المملكة، أي إجراء سيتم الرد عليه بإجراء أكبر، وكذلك نقلت جريدة الخليج نفس العنوان. برأيك ما الذي يمكن أن تفعله السعودية أو المملكة العربية السعودية في ظل هذه التهم التي تتوالى عليها من كل حدب وصوب من العالم كله على قضية اختفاء أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ هذا الكلام لا قيمة له، وهم يعلمون حقيقة أنه لا قيمة له. هم يعلمون أنهم دولة ضعيفة لا تملك شرعية داخليا ولا تملك قوة خارجية، كل ما يملكونه هو هذا النفط الذي هو للشعب أصلا، وتم سرقته من هذا الشعب لكي يشترى به حلفاء في الخارج، فهم لا يملكون ثقلا عالميا حقيقيا، هم يعلمون ذلك. هذه التصريحات هي مجرد قفزات في الهواء رأيناها كثيرا منسجمة مع شخصية محمد بن سلمان عندما يردد سندمرهم، سنسحقهم، سوف نفعل، سوف نبني مدينة أكبر المدن في العالم بالسولار. هذا الكلام هو أقرب إلى أفلام الكرتون منه إلى الحقيقة والواقع. وهم يعلمون أن معمر القذافي مثلا ردد عبارات مثل هذه كثيرا، دعا إلى الجهاد ضد سويسرا، قال أنه سوف يسحق المعارضين. هذه العبارات المضخمة هي لا تنم إلا عن شخصية مأزومة، شخصية لا تملك خيارات حقيقية على الأرض. طيب سيد عسيري، هل المكالمة الهاتفية التي دارت بين الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أسبوعين على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي إذان على إسدال الستار على تلك القضية بأي شكل؟ لا، هي محاولة للسلطات السعودية أن تخرج بمخرج مشرف، فلا يوجد مخرج مشرف. هي تريد أن تعترف الآن، ولكن كيف تعترف بهذه الجريمة؟ هي لا تعلم كيف تعترف. هل سيبادر الملك سلمان لإقالة ابنه كما يضغط الأوروبيون لأجل ذلك، أنه يقال محمد بن سلمان ثم يجرى إصلاحات داخلية من الإفراج عن منتقل الرأي الذين هم الآن ربما يواجهون عقوبة الإعدام داخل السجون السعودية؟ فمن قتل جمال خاشقجي في القنصلية هو ليس مستأمنا على معتقل الرأي الذين يوجدون في داخل السجون السعودية، فهل هذا الضغط الأوروبي سيؤدي إلى نتائج إيجابية بإقالة محمد بن سلمان ومحاسبة الطاقم الذي كان مسؤول عن هذه العملية، أم أن السلطات السعودية تبحث عن مخرج آخر؟ نحن لا نعلم حتى الآن ما هو المخرج الذي يبحثون عنه، ولكنهم لن يستطيعوا أن يستمروا في إنكار الجريمة، ولن تستطيع أيضا السلطات التركية أن تسوي الخلاف مع السعودية، لأن الإشكال حاليا ليس تركي سعودي بل إشكال عالمي حاليا، والجميع يعلم أن محمد بن سلمان أصبح خطر عالمي حقيقة بمغامراته، بهذه الجرائم التي يرتكبها في كل يوم، كل يوم يفاجئنا بحادثة جديدة، كل يوم يفاجئنا بمغامرة جديدة، هذا خطر على السلم والمجتمع الأهلي. السيد يحيى عسيري الناشط والمعارض السعودي، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على قضية جمال خاشقجي وتناولها في الصحف السعودية، شكرا جزيلا لك.